أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وصلنا إلى فقرة رياضة الصباح. طبعا مع دخول فصل الصيف وارتفاع الرطوبة لابد من الانتباه لكل هذا. طبعا فقرة نصائح خصوصا لممارسة الرياضة بأمان في فقرة الصيف، لأنه ماذا يحدث إذا مارسنا الرياضة في حر الصيف؟ قد يكون الوضع خطير، ولكن كل التفاصيل مع ولاء. تفضلي. شكرا راوية. عند تعرضنا لدرجات الحرارة والرطوبة العالية لمدة أطول من اللازم خلال ممارستنا للرياضة، تفشل أنظمة تبريد جسمنا الطبيعية في العمل، وقد نصاب بالإنهاك الحراري حين ترتفع درجة حرارة الجسم لتبلغ 40 درجة مئوية، لنشعر بالغثيان والصداع والإعياء، وأيضا بالعطش والجفاف. كما قد يصيبك الإنهاك الحراري في حالة عدم علاجه باضطراب ضربات القلب والإغماء وربما مشاكل في النظر. وبحسب الأطباء لابد من الانتباه على علامات التحذير المبكرة عند ممارسة الرياضة في الطقس الحار، التي تشمل خفقان القلب والدوران والغياب الكلي للعرق أثناء التمرين، الذي يدل حدوث الجفاف الشديد وضربة الشمس. إليك راوية. شكرا، فعلا موضوع خطير يا ولاء. فعلا. على كل حال نحن نحكي بالتفاصيل الآن مشاهدينا. معنا في الاستوديو مدرب اللياقة البدنية أحمد مقبل. أهلا بك أحمد، معنا صباح الخير. فعلا طبعا إحنا فصل الصيف دخل، وعندنا في الخليج يعني نص السنة هي فصل صيف، والناس بدها تمارس حياتها بشكل طبيعي وتمارس الرياضة. أكيد في بعض التمارين، خلينا ندخل فيها مباشرة قبل ما يدركنا الوقت، اللي بتسهل علينا عملية ممارسة الرياضة في فصل الصيف بدون ما نحط جسمنا في حالة خطر. هي الفكرة ان انت تختاري الوقت المناسب اللي تعملي فيه التمارين. يعني هي في كونسبت عند الناس ان هي لما بتعرق كتير هي بتبدأ تخس او تستفاد، وده العكس تماما. انت لما بتعرقي انت يعني بتفقدي ميه، بتفقدي املاح، فيتامينز، بتفقدي مينرالز، بتفقدي حاجات كتير. ما مش بتفقدي وزن، تيجي تشربي ميه تاني بتعوضي الميه اللي انت خسرتيها، وبتبقي كانك ما فقدتيش وزن. خاصة بقى لما تيجي تتدربي وتبدأي تبذلي مجهود، هتبدأي تعرقي اكتر، وهتلاقي ان العرق اللي بيطلع ده عشان يبرد جسمك، يعني وبيعادل تبريد جسمك. مش عشان اي حاجه تانية. فانت كده مش معنى ذلك انه هو حرقنا دهون فعشان هيك عرقنا. لا هو العرق هي عمليه تبريد جسم بس. بالظبط. يعني هي ممكن بعد التمرين تلاقي نفسك نزلتي في الوزن وخسيتي وكل حاجه، بس نزلتي ميه وشربتي ميه تاني خلاص رجع. يعني حرفيا ما نزلتيش دهون. هذا بيقودني الى نقطه مهمه من احد النصائح طبعا اللي دائما بنضلنا نسمعها، بغض النظر احنا باي وقت من النهار وباي مكان وباي فصل، اذا كنا بنمارس الرياضه لازم نكثر من شرب الوسواس. طبعا لازم معانا حتى في اللبس يبقى خفيف شويه، يبقى معانا ميه ساقعه يفضل عشان تعادلي درجه حراره جسمك. والتمارين نفسها اللي بتمارسيها ممكن دلوقتي اوريكم. يا ريت لو تورينا. احنا هي الفكره يعني انت ممكن تمارسي كل انواع التمارين، بس هي ان انت تدي لنفسك الراحه وما تعمليش نفس التكرارات اللي بتعمليها مثلا في درجات الحراره العاديه. يعني مثلا لو بتعملي في الاوت دور، لو بنتمرن في الاوت دور ومعاكي الاستيك بانس، ممكن نلعب مثلا تمارين للارمز. انت واقفه كده، الطبيعي مثلا بنعمل من 8 ل 10 عدات. اوكي. فيفضل نعمل 6 عدات. وده طبعا للشباب والصبايا، يعني الشباب والصبايا. أوكي. ماشي. ده بالنسبه لو هتعملي مثلا حاجه للاذرع. لو عايزه تعملي مثلا حاجات فيها الرجل او حاجه للبنات اللي عايزين يعملوا سكوات او حاجه، في مثلا تمرين اللانجز بتعمليه مثلا على الواقف. اوكي. بتنزلي، وفي اللي هو العكسي اهو بالشكل ده، بتنزلي الناحيه الثانيه للجنب، وفي اللي هو وانت ماشيه بالشكل ده. تمام. هي الفكره كلها ان انت حاولي ما توصليش لمرحله ان انت فعلا ضربات قلبك طلعت زياده. لان هيبدا جسمك، يعني المفروض لما 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 يبدا قلبك، نبضات قلبك تطلع، المفروض ان جسمك بيبعت الدم للعضلات. انت يعني العمليه دي ما بتحصلش، اللي بيحصل ان جسمك بيلاحق يبرده. فانت بتعرقي. فهي دي. فهي مش عم تستفيد انت من ضربات القلب هاي العاليه، هي فقط عشان طبعا ما تستفيديش 100%، بتستفيدي ممكن. لفتني قبل ما ننهي، لفتني بانه اذا الشخص عم بيمارس الرياضه ومش عماله بيتعرق لازم ينتبه، معنى ذلك انه عنده جفاف. لو بيمارس رياضه ومش بيتعرق، هي عنده جفاف دي مش بتتحدد من النقطه دي، لان في ناس كثيره ما بتعرقش. اوكي. يعني موضوع العرق ده عادي انه الواحد ما يعرق؟ مش شرط، لان ناس كثيره ما بتعرقش. أوكي. يعني بتتمرن وتلاقيها عرقت بسيط جدا. في ناس ما بتعرقش خالص، خلي بالك. ما هي ملهاش علاقه
موضوع الجفاف ده بيبان على الوش على طول يعني. بشكرك جزيل الشكر طبعا كابتن مدرب اللياقه البدنيه كابتن احمد مقبل.